غدا ان شاء الله احنا هنكمل بقيه الفريق بتاع المستحقات ده. احنا المره اللي فاتت كنا بدانا فيه قلنا ازاي نجيب التفاضل بالتعريف اللي هي ليميت اف اكس بلس اتش ماينس اف اكس على اتش لما اتش تروح لزيرو، صح؟ وبدانا الجدول بتاع المستحقات الاولاني ده خالص اللي هي ازاي فاضل الدوال الاساسيه. علمنا ازاي نفاضل الساين والكوزاين الدوال المثلثيه والشاين والكوشاين اللي هي الدوال الزائديه. علمنا نفاضل ازاي الدوال الجزئيه كمان، صح؟ كانت اخر مساله فضلناها كانت حاجه زي كده، كانت 6 اوس اكس بلس اكس باور باي. قلنا الدوال الاساسيه عباره عن ايه؟ الاكس يبقى في الباور والاساس يبقى رقم. لكن لما الاكس تبقى في الاساس في الباور رقم دي بتتفاضل بطريقه ثانيه. ف 6 باور اكس دي كانت تفاضلها ايه؟ نفسها في الان سنتر. انما اكس باور باي كانت ايه؟ بس فكان دي اخر داله اتعلمناها اللي هي الداله الاساسيه. تعلمنا كمان دالة غير الدالة العادية اللي هي المثلثية الزائدية، دالة المقياس. لو عندنا مقياس اكس كان بيتفاضل ازاي؟ تفاضل مقياس اكس ده كان كام؟ مقياس اكس على اكس او اكس على مقياس اكس، براحتك. الاثنين حاجة واحدة. ولو حدود بس جواه اكس سكوير. هقول لك دلوقتي، يعني كل اللي احنا اتعلمناه بس ان كل الدوال اللي احنا عارفينها جواها اكس، ساين اكس، كوشاين اكس، مودلس اكس، صح كده؟ لين اكس، الكلام ده كله هناخده بالاكس بس، بعد كده طب لو الداله مش اكس اللي هو هنعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي، هنشوف واحده واحده. المهم نستعمل ده ونستعمل ده. الاثنين واحد، استعمل اللي انت عايزه. على حسب المساله يعني؟ على حسب المساله، استعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه فيه وعايز تحط ده ده، هما الاثنين دول معناهم ايه؟ سواء دي او دي، دي معناها ايه؟ واحد او سالب واحد ما عدا اكس ودي. بس التعريف لما جبنا ليميت مودلس اكس كانت ما كانش ليه، غير قابل للاشتقاق. عند اكس بزيرو. غير قابل للاشتقاق عند اكس بزيرو، لانك ما ينفعش تعوض هنا عند اكس بزيرو. عشان كده ما بنقولش انها موجب او سالب واحد، لانه معناها كده تبقى عند اكس بزيرو. المهم يعني فيبقى عندك الاثنين دول براحتك استخدم اي واحده. فكان جدول كده حافظينه، هنزود الجدول ده بقيه الدوال العكسيه. دول عايزين بقى نزودهم النهارده، عايزين نزود كام حاجه جديده برده غير دول. دول الست دوائر المثلثيه العكسيه والستة الزائديه العكسيه واللين واللوج. لازم نعرف برده نحفظ تفاضلهم عامل ازاي. المشكله دول حفظهم سخيف شويه، يعني مش حفظهم سهل بقى ساين كوزاين وكده، بيطلع حاجات غريبه. هي واحد على جذر واحد ناقص اكس سكوير في حاله الساين انفرس، في حاله التان انفرس واحد على واحد زائد اكس سكوير. نعم؟ يقول لك ايه؟ يقول لك دول؟ ما انت بتعمل ايه لو يقول لك دول؟ يقول لك انا جايب، انا جايب مش عايز كده يا جماعه عشان مش عارف اعدي الموضوع، مش عايز كده. فانت عندك السته دول لازم تحفظهم. هي بس ايه اللي ممكن يسهل لك سنه، يعني مش هيسهل حاجه قوي، يعني ان الكوزاين انفرس والكوتان انفرس والكوسيك انفرس هم هم دول بس عكس الاشاره. يعني زي ما اتعلمنا في الدوائر المثلثيه قلت لك الحاجات الاولها سي اما تفضل تدي ماينس هنحفظها ماينس كده في الدوائر المثلثيه، نفس الكلام في المثلثيه العكسيه. الاولها سي برضه تفاضلها بالماينس، الكوزاين انفرس، الكوتان انفرس، الكوسيك انفرس. والكوزاين انفرس والساين انفرس تفاضلهم بنفس الحاجه، الفرق الاشاره بس. التان انفرس والكوتان انفرس تفاضلهم بنفس الحاجه، الفرق الاشاره. السيك انفرس والكوسيك انفرس تفاضلهم بنفس الحاجه برضه بس الفرق الاشاره. خلاص؟ طيب نفس الكلام في الدوائر الزائديه العكسيه. الدوائر الزائديه العكسيه الفرق في الاشاره بقى مش في اشاره الكسر، الفرق في الاشاره اللي تحت الروت. شاين انفرس واحد على جذر اكس سكوير بلس 1، شاين انفرس هي هي بس بدل بلس 1 جوه الروت ماينس 1، تمام؟ التانش انفرس والكوتانش انفرس الاثنين ليهم نفس التفاضل، واحد على واحد ماينس اكس سكوير. السيش انفرس والكوسيش انفرس نفس التفاضل، الفرق بس بدل واحد ماينس ده واحد بلس. عايز ايه؟ بسال على دي، دي مضروبه ولا كل ده مضروب؟ كل الحاجات مضروبه ببعضها طبعا، بس دي مادرس، دي مقياس اكس. ها؟ نعم؟ ما انا بقول لك دلوقتي احنا بس بنتعامل مع الاكس بس، لو بقت اي حاجه غير اكس هنشوف هيحصل ايه. احنا دلوقتي اللي متعلمينه ساين انفرس اكس، شاين انفرس اكس بس. لين اكس تفاضلها واحد على اكس، انا مش فاكر انا قلت لكم دي باين المره اللي فاتت، واللوج واحد على اكس في واحد على لين البيز. تعال بقى نحل بالكلام ده. تعال نشوف اول واحده دي. قبل ما نشوف اول واحده بس في الحاجات دي كلها، انا عايز بس اعلق على السؤال اللي كده واحد سأله. لو بدل اكس اكس سكوير، يعني لو بدل الحاجات اللي انا حافظها دي في دل. انا هحل سؤال مش موجود في الشيت بس عشان نجرب دي حاجه كده. دلوقتي قلت لك واي بتساوي ساين وجواها جذر وجواها تان وجواها 3 باور اكس. يعني مش جواها اكس بس، مش ساين اكس بقى ساين اكس سكوير. ساين وجواها اي عك في الدنيا مش فارقه معايا. ده شكل اسئله تيجي في الامتحان بقى اللي هي كذا داله جوا بعض، لازم تقابلك حاجات زي كده. فبنفضلهم ازاي؟ في قاعده اسمها قاعده السلسله او التشين رول، هنتعلمها كمان شويه. بس بغض النظر بقى عن قاعده السلسله دي بتعمل ايه؟
هي دي اللي بتخلينا نعمل اللي هقوله دلوقتي. وانت بتفضل الواي عايز تجيب الواي داش، فانت بتفضل الفانكشن بتاعتك من بره لجوه. يعني ايه من بره لجوه؟ يعني اكبر داله معموله بدول كلهم ايه؟ ساين. فالساين انا حافظ تفاضلها ايه؟ كوزاين بنفس الزاويه اللي جواها، يعني كوزاين روت تان 3 بار اكس. يبقى انا كده فضلت مين؟ ساين. اقوم رايح في الواي بقى اقوم مخبيه، فابتدي اشوف ايه اللي فضل بعد ما فضلت الساين. فدلوقتي قاعد افضل من بره لجوه ازاي؟ اول داله خبطت فيها ساين كذا، تفاضلها بقى كوزاين كذا، نفس الزاويه ما غيرتش حاجه خالص. شلت الساين بقى الجذر، تفاضل الجذر احنا خدنا المره اللي فاتت اسمه ايه؟ 1 على 2 الجذر، يبقى تفاضل الجذر 1 على 2 الجذر بنفس اللي جوه اللي اسمه تان 3 باور اكس. خلصت الجذر اشطب، بقت الواي بتساوي كام؟ تان صح؟ مش اللي فاضل دلوقتي تان؟ فاضل تان من الجذر اللي حاطينه في سيك تربيع، يبقى نضرب في سيك تربيع. طب والزاويه اسمها ايه؟ نفس زاويه التان، كان اسمها 3 باور اكس، بقت 3 باور اكس، كده انا فضلت التان. 3 باور اكس تفاضلها كام؟ 3 باور اكس لين 3 يبقى 3 باور اكس لين 3، وكل دول مضروبين في بعض. فهي حتى بقى لو بقت حاجه اكس سكوير خلاص فاضل الحاجه، وبعد كده فاضل الاكس سكوير. اكس سكوير دي سهله قوي لو جوه واحده من الحاجات دي. كل اللي انت بتعمله ان انت بتعمل ايه؟ تمشي واحده واحده من بره لجوه وخبيهم زي ما انا بخبيهم كده، بس اوعى تبص جوه الواي داش اللي انت جبتها، ما تبصش على الواي داش خالص. الواي داش اللي يطلع حطه، وبعد كده اللي يطلع بعديه حطه جنبيه جنبيه جنبيه. طب بص بس فين؟ الواي الاصلي. طب بعد ما فضلت التلاته باور اكس خبيتها فاضل حاجه؟ لا، يبقى انا كده خلصت خلاص. فهمنا؟ يبقى هي دي التشين رول. التشين رول او قاعده السلسله بتقول لك اعمل التفاضل من بره لجوه ومن بره لجوه لغايه ما تخلص الداله بتاعتك. طب لو كان دي مثلا في الاول كانت ساين تربيع. ساين تربيع دي معناها ساين كل تربيع صح؟ بس انت اول حاجه هتتقابلني هي ايه؟ اثنين. يبقى اثنين تنزل وتبقى اس واحد، ويبقى نفس الفوز ده كله اس واحد. طب وبعد ما اخلص اقوم مخبي الاثنين وابدا بقى القصه دي كلها. فهمنا؟ طب يبقى بالتالي بقى الاسئله الناس كانت بتسالها، لو واي بتساوي ساين انفرس جوه اكس سكوير، يبقى الواي داش بكام؟ ساين انفرس تفاضلها هناك اسمه ايه؟ واحد على جذر واحد ناقص اللي جواها تربيع، يعني كاتب اكس تربيع ليه؟ لان كاتب في الجدول اكس. لو هنا ساين انفرس اي عك هنا يبقى نفس العك ده تربيع، ولو هنا مثلا سيك انفرس كذا يبقى اللي بره واللي جوه التربيع ده الاثنين نفس اللي جوه السيك انفرس. يعني خليها بدل ساين انفرس معلش سيك انفرس، عشان السيك انفرس فيه اكتر من اكس ممكن تلخبطها. فيبقى الواي داش هتبقى ايه؟ تفاضل السيك انفرس واحد على اللي جواها جذر اللي جواها تربيع ماينس واحد. اللي جواها بقى اسمه ايه؟ شوف يطلع بقى حتى اللي جواها جذر مش عارف ايه، احطه هنا احطه هنا. فاللي جواها هنا اسمه ايه المره دي؟ حطه هنا وحطه هنا. خلاص خلصت السك انفرس خبيه. ففضل الاكس تربيع يبقى بكام؟ 2 اكس. وترتب بقى اكس تربيع تربيع يعني اس 4، الاكس تروح مع واحده من الاكسات دي يبقى اكس واحده تحت وهكذا. فهي القصه بقى بتاعت ان احنا نتفاضل حاجات جوه بعضها دي، مهما كان شكل الفانكشن مكلكع في الدنيا كلها اي شكل هعرف اتصرف فيه بالطريقه دي. فهمنا؟ انا بفضلها من بره لجوه، عشان كده مفيش فانكشن في الدنيا ما اعرفش افاضلها. لكن لما نيجي نعكس بقى تفاضل الترم اللي جاي في التكامل، لا مش كل الفانكشنز اعرف اكملها، لازم اشكال معينه. نشوف بقى بعدين يعني الكلام. تعالى هنا نكمل بقى الاسئله بتاعت الشيت، يعني دي بس عشان نوضح الفكره. وده شبه سؤال امتحان بس كانت بدل ساين كانت ساين انفرس. فيبقى نفس الفكره بالظبط، بس بدل ما افضل ساين كوزاين اعمل بس بتاعت ساين انفرس الكبيره دي. بيقول لي اوجد في ابسط صوره الواي داش بتاعت الحاجات دي بقى كلها. تعالى بقى واحده واحده. اول واحده دي بيقول لي جي اوف اكس بتساوي ساين انفرس اكس بلس كذا ماينس كذا. معنى كده دي مساله ودي مساله. ثالث واحده دي مساله واحده اللي هي تان اكس باور نيجاتيف 1 دي. ليه؟ لان الحاجات ما بينها زائد وناقص يبقى انا بعملها بس هي منفصله صح؟ طيب تعالى واحده واحده. جي داش اول حاجه، هل دي ايه يعني اعمل اس سالب واحد عليها كلها؟ لا، اي حاجه في الدنيا لو ده تربيع اعمل تربيع عليها كلها، لكن الماينس 1 قلنا ده مش باور. فالساين انفرس دي اروح اجيب تفاضلها من الجدول ده، اللي تطلع واحد على جذر واحد ناقص اكس تربيع صح كده؟ انما دي هل دي كوزاين انفرس عشان اجيبها من هنا؟ دي كوزاين اس سالب واحد. طب فاضلها ازاي دي بقى؟ اول حاجه خبطت فيها هي ايه؟ الباور. فالباور ينزل وينقص بواحد يبقى كوزاين باور سالب 2. خلاص كده خلصت الباور اشطب. كوزاين تفاضلها كام؟ سالب ساين. هي دي اللي انت كنت حافظ عشانها زمان، ان تفاضل القوس تنزل الباور وتنقصه في مشتقة اللي جوه. مشتقة اللي جوه دي كانت بتيجي منين؟ مش عارف نخبي الباور يبقى فاضل اللي جوه فنفضله بقى. فهمنا؟ وضحت كده الجزء الثاني. الجزء الثالث بقى فيها في المسألة ايه؟ ماينس تان اكس باور سالب واحد. مش
شفت بقى هنا بيفهمك الفرق بين السالب واحد دي والسالب واحد دي والسالب واحد دي. دي معناها دالة عكسية، ان دي معناها باور، ان دي معناها باور على الزاوية مش باور على التان نفسها. فبالتالي اول حاجة قابلها هي ايه؟ تان. طب اضلها كام من جدول السكتر مين؟ خلصت التان وشطب تفضل اكس باور سالب واحد نزل الباور ونقص واحد وقعد رتب فيها. دي بقى مفيهاش يعني حاجة بتتفصل قوي، يعني انت بس هترتب بتلاقي الماينس مع الماينس والماينس مع الماينس، حاجات هبلة كده. لكن هنا مثلا ما شطبتش الساين انفرس ليه؟ عشان انت لو فضلت ساين انفرس اكس اهي، لو شطبتها يبقى لك مين؟ ليه تفضلها كام؟ ملوش لازم. فعشان كده لو جوه اكس بس مفيش معنى نقعد افضل من بره لجوه، لان اللي جوه ده تفضله واحد وخلصنا خلاص. هي دي القاعدة جنرال، لو ده اللي قابلها فضلته، بعد كده اخبيه اللي جواها فضلته، بعد كده اخبيه اللي جواها فضلته لغايه ما اخلص. فهمنا يا جماعه المساله دي؟ المساله دي مهمه جدا انك تبقى فاهم الفرق بين الباورات الثلاثه دول، او يعني الماينس والنات الثلاثه دي. طب دي مش هحلها هنا عشان الحته بتاعتها دي مزنوقه، انا هكمل دول وبعد كده ارجع لها. دي بيقول لك جذر اكس كوشاين انفرس زائد تانش انفرس اكس. طب دلوقتي انا عندي جمع، جمع يبقى كام مساله؟ مسالتين، دي لوحدها ودي لوحدها، يبقى جي داش هتساوي جذر اكس في كوشاين انفرس، ده حصل ضرب دالتين صح؟ فلازم نعمل تفاضل الجذر الاول ونجيب الكوشاين انفرس في حل، صح كده؟ بلس اسيب الجذر بقى ما عملوش حاجه، وفاضل الكوشاين انفرس دي كام؟ فاضل الكوشاين انفرس اهو، وانا على جذر اكس سكوير ماينس 1. كل ده هو تفاضل مين؟ اول جزء بس لسه بلس، صح كده؟ عملت حصل ضرب دالتين، فضلت الجذر وسبت دي، وبعد كده سبت الجذر وفضلت دي. خبطت بعد كده بقى في ايه؟ في تانش انفرس. اول حاجه تانش انفرس تفاضلها من جدول واحد على واحد ماينس اللي جواها سكوير، صح كده؟ على واحد على واحد ماينس اللي جواها سكوير، اللي جواها بقى هنا اسمه ايه؟ جذر اكس. طب خلصت التانش انفرس اشطب جذر اكس تفاضلها كام؟ واحد على اثنين جذر اكس. يبقى اللي طلع ده كله هو مشتق مين؟ تانش انفرس روت اكس. فهمنا كده؟ وضحت القصه ماشيه ازاي؟ طيب كوزاين اكس باور نيجاتيف 1 عملناها ازاي يعني؟ جبنا الباور نقصناها واحد لان الماينس 1 اللي فوق دي بقى الباور. خلصنا الباور شطبناه بقت كوزاين اكس هي اللي فاضله، ففاضلها سالب ساين. احنا بننزل الباور ونقصه اللي هي دي، بعد كده نخبي الماينس 1 اللي هي تاني ثيرد، يبقى لك كوزاين تفاضلها سالب ساين. صح كده؟ مين عنده سؤال لغايه هنا يا جماعه؟ حد متلخبط في اي حاجه لغايه هنا؟ طب جميل. لين مودرس اكس، لين مودرس اكس دي هتفضلها ازاي؟ تبقى الواي داش تساوي تفاضل لين من المره اللي فاتت كام؟ واحد على اللي جواه، يبقى واحد على مودرس اكس. خد اللين مودرس اكس تفاضلها كام؟ مودرس اكس على اكس او اكس على مودرس اكس. هنا بقى اختار دي احسن، ليه؟ عشان اشيل دي مع دي بتبقى لي واحد على اكس. لو خليت الثانيه برضه هتطلع كده، بس هتقعد تضرب مودرس اكس في مودرس اكس، تبقى مودرس اكس سكوير، وبعد كده تشيل مودرس لان اكس سكوير مالهاش لازمه، حطها جوه مودرس لانها موجبه. فالاسهل بقى ان نعملها كده وتغير ده مع ده، نرتب وتبقى واحد على اكس. طب ما واحد على اكس دي تفاضل لين اكس. زي لين مودرس اكس ولين اكس الاثنين يطلعوا نفس التفاضل. ايوه عشان اللين اصلا مفيش معنى انك تعمل لها مودرس جوه، ما هي لين اكس من غير مودرس كده كده اللي جوه ده موجب صح؟ اللي جوه اللين تعريفه انه اكبر من صفر. فبالتالي المودرس ده ما فرقش في التفاضل حاجه خلاص؟ لكن فرق في الداله نفسها؟ هيفرق بقى في دومين الداله لكن مش هيفرق قصدي في التفاضل. لين تان انفرس اكس تفاضلها ايه بقى؟ اول حاجه اخبط فيها اللين تفاضلها واحد على اللي جواه. يبقى دي تفاضل لين. انا بس اللخبطه اللي هتحصل بعد شويه لما تيجي انت تقعد تحل لوحدك، انك ساعات تقعد تبص على دي تقول لي طب ما فاضلتش دي ليه؟ انا ما فاضلتش حاجه في الواي داش، انا بفاضل من مين؟ من الواي. فاضلت اللين اخبي اللين وتركيزي كله هنا، اوعى تبص في اللي انت جبته ده لانك هتسرح. ما تبصش هنا خلاص، انت فاضلت اللين خلاص ما تبصش تاني. تان انفرس تفاضلها ايه؟ لما فضلت التان انفرس خبيها، فضل لك اكس تفاضلها كام؟ خلصت اكس خلاص مفيش حاجه ثانيه فاضلها. فهمنا؟ جميل كده؟ طيب المسألة اللي تحت دي أنا هكتبها فوق هنا عشان أفضلها. كل التفاضلات بتاعت الدوال الأساسية
جاي من تعريب المشتق. الدوائر العكسية جاي من حاجة تانية. طبعا يا جماعة المسائل الإثبات بتاعت الحاجات دي مهم جدا مهم جدا. يعني مفيش امتحان لما يجي يقول لك لازم يثبت واحدة من السبع من الكام دول ال 14 دول. لا مش في الكويزة، كان على الفاينل يا جماعة. الكويزة خلاص نهاية الدنيا. طيب عايزين نفاضل دي مع بعض بس يا جماعة الصوت لو سمحت. هنفاضل دي ازاي؟ هنفاضل دي ازاي؟ عندنا x باور 3 سيك انفرس 4x، ده حاصل ضرب دالتين مع بعض ماينس دالة تانية، صح كده؟ زي دول مسألتين y داش تساوي حاصل ضرب دالتين مضابط x باور 3 اهي، نسيب السيك انفرس ما نعملش فيها حاجة بلس نسيب الـ x باور 3 السيك انفرس تفاضلها كام؟ السيك انفرس اهي واحد على اللي جواها تمام جذر 4x تربيع ماينس 1. خلصت السيك انفرس خبيه 4x تفاضلها كام؟ 4 4. كل ده هو تفاضل الترم الاولاني ماينس افنوي او ماينس تان باور ماينس 1، دي ما تجيبهاش من هنا، دي باور ماينس 1 الباور ينزل ينقص 1 باور سالب 2. خبي بقى ماينس 1 دي خلاص فضلناها تان 6 سكوير. خبي بقى تان 5 اكس 5 خبي دي خلاص يبقى خلصت. وضحت؟ طبعا بقى ترتب دي شويه ان عندك هنا ماينس مع ماينس يبقى بلس و4 مع ال4 حاجات بسيطه ما فيهاش بقى علاقات مثلثيه وكده. ماشي يا جماعه؟ طيب اخر واحده بقى على نفس الفكره هي اكس تريبل اي دي. بعد كده نبتدي نتكلم على فكره ثانيه. حسبناها كده لازم نحطها في ابسط صوره حتى لو ما قالش. لو ما قالش اوجد واي داش بس وسكت لازم نحطها في ابسط صوره. ما ينفعش اسيبها كده. طيب اكس تريبل اي دي عباره عن ايه بقى؟ بوز دي باور. خلي بالك ان باي ده عباره عن ايه؟ رقم ثابت. فما تيجي تجيب واي داش تبقى ايه؟ باي تنزل الباور ينزل يقلب واحد يعني كده. خلصنا الباي. اضرب بقى التفاضل اللي جوه. التفاضل اللي جوه حاجتين مجموعين تفاضل واحد بزيرو ملهاش لازمه. طب تفاضل 10 اس 2 اكس تفاضل الداله الاسيه ايه؟ نفسها ادينا 10 كده خلصت الداله الاسيه شيل 10 يبقى فاضل لك كام؟ 2 اكس فتفاضلها 2. دي بقى بتلخبط شويه ركز. 10 اس 2 اكس دي فضلتها ازاي؟ اي داله اسيه تفاضلها نفسها في لين الاساس. عملت كده بنفسها في لين الاساس بعد كده قمت شاطب ال 10 وقعدت اشوف ايه اللي حصل بقى. ما هي الداله الاسيه اللي كانت 10 اس كذا شلت ال 10 وبصيت بقى الباور في كام؟ 2 اكس تفاضلها 2. يعني معنى كده لو عندك داله اسمها واي تساوي اي باور جذر 3 ساين انفرس اكس تفاضلها ازاي دي؟ واي داش تساوي كام؟ تفاضل الاي نفسها ومش لازم لين الاساس عشان لين نجيب واحد. خلصت الاي خبيها. فهمنا بقى احنا هنا ماشيين لفوق مش ماشيين ان احنا بنفاضل يعني من جوه بعض. بس بتحط جوه الاي بتحط باور عليه. يعني غير اللين مثلا بتحط جوه اللين بتحط جواها. لكن ده الباور بتاعها ده هو دي الداله اللي جوه الاي. فخلصنا الاي بقى واحد على اثنين الجذر. ثلاثة ساين انفرس زي ما هي. خلصنا الجذر شيل. 3 ساين انفرس تفاضلها 3 1 على جذر 1 ناقص اكس سكوير. خلصت ال 3 ساين انفرس شيلها تفاضل الاكس 1 خلاص يبقى انا خلصت. دي كانها اي وجواها كده يعني. يعني حتى انتوا لما تيجي تكتبوا في الكمبيوتر في الترم اللي جاي هتلاقي كده تتكتب كده اي اكس بي. يعني ده هو اللي جوه الدال. فكاني فضلت اليوم خبيتها وفضل اللي جواها. بس اللي بيتكتب جوه الاي او جوه الباور ده دايما بيتكتب فين؟ فوق. فده بيلخبط شويه عشان من بره لجوه دي معناها ان داله جوه داله جوه داله جوه داله صح؟ دي نفس الكلام. ما هي داله جوه دي نعم. انا بقول لك احنا بنفاضل دي نفسها. لا انا بخبي دي وفاضل. دي ازاي ساين انفرس؟ يعني ايه ساين انفرس؟ هذاك اللي هو اكس سكوير اكس 4 دي بقى اسمها دي ازاي بقى ساين انفرس؟ اكس اس 4 انا بتكلم مسألة عادي. اوكي.
ما انت ما بتضرب 3 اكس تربيع بتضرب 6 اكس نزل 3 وطبعا نزل الكوست بعدها ساين امبرس شباب هو بيقول دلوقتي 3 ساين امبرس اكس لازم اعملها كده 3 بتفاضل الساين امبرس طبعا مش انت عندك 3 اكس تربيع بتفاضلها بتقول انها كام ليه لانك بتسيب الثلاثة بتفاضل الاكس تربيع دايما اي ثابت جنبيه اكس بتنزله وتفاضل جنبيه اكس ده لكن اي ثابت ما جنبيهوش اكس زي الواحد ده مش مضروب في اكس بتفاضل انت ايه ده زيرو ففي فرق بين 3 زائد اكس سكوير ساعتها الثلاثة دي بصفر والاكس سكوير فاضلها وثلاثة مضروبه في اكس سكوير فهمت كده واضح يا جماعه القصه دي ماشي الصوره دي التبسيط اللي هنا كله يعني لو في تبسيط يعني سيجنيفيكانت انا بعمل لك التبسيط اللي هو تشيل رقم مع رقم الحاجات دي بس بقول لكم انتوا تعملوه ده ولا انا اقصد صوره كل حاجه واحده تحت ال10 دي يعني اخر ال2 و10 لا طبعا ما ينفعش عايز تلم طب بس ال10 جاز الاكس اصلا مش دايما هي 10 طبعا يعني يا جماعه لو سمحت لو سمحتوا الصوت نحطوه الكلام ما ينفعش في حاجه كده هنا ينفع بس لو هي 10 باور جاز الاكس تعمل ايه بقى ما ينفعش تنسى دي يبقى انت عندك مشكله كبيره ما ينفعش تنساها ده الاصل انك تفتكر انك بتخبي ال10 وتفضل الباور وده الاصل تمام طيب الفكره الاخيره بقى في الجداول وهي خواص اللين واللوج ان احنا لو عندنا مساله فيها لين ولوج وبنفاضلها هحاول استخدم الخواص قبل ما افاضل ايه بقى خواص اللين واللوج اللي احنا خدناها خدنا ان اللين واللوج لو جواهم ضرب بيتحولوا اللين الاولى بلس لين الثانيه لو جواهم اسمه يا جماعه لو سمحتوا الصوت من فضلكم ده اللين اللي فوق ماينس لين اللي تحت لو جواهم فاول الباور بينزل جنب اللين الكلام ده علينه على اللوج الاثنين نفس الميم نفس الخواص يعني فده انا ما يديك فانكشن زي دي ما تفضليش بقى بالقوانين على طول لانك مهما حاولت تتبسط بعد ما تفاضل مش هتعرف تبسط فعشان كده اي مساله فيها لين ولوج حاول تبسطها الاول او عموما اي مساله بفاضلها حاول تبسطها قبل ما تفاضل وبعد ما تفاضل الاثنين فدي دي ميزه هنا ان الجذر التكعيبي ده كله ده عباره عن ايه؟ ستول واحنا عارفين ان اي باور على الحاجات اللي جوه اللين في فرق بين دي كده مفيش حاجه تحصل خلاص التولت ما ينفعش يجي هنا لكن لما يبقى التولت على الجو قوس اللي جوه اللين دي عندها ميزه ان هي بتبقى تول لين اكس باور 4 ماينس 1 على اكس باور 5 بلس 1 دي اول ميزه ثاني حاجه انا عارف لما يبقى جوه اللين في اسمه يبقى ايه؟ لين اللي فوق ماينس لين اللي تحت فيبقى لين اكس باور 4 ماينس 1 ماينس لين اكس باور 5 بلس 1 انا عارف ان لو جوه اللين في جمع بعمل ايه؟ ولا حاجه بالطرف ولا حاجه ضرب ونسبه بس عشان في ناس بتمشيها بالعكس في ناس بتبقى عامله لي لين ده في لين ده مفيش حاجه اسمها كده تمام؟ هي الخاصيه بس لو في جوه اللين ضرب واسمه وباور بس تمام؟ طيب الواحد على الثلاثه انا ممكن اضربهم في اللين دي في اللين دي في اي خواص تانية اقدر استخدمها قبل ما اجيب واي داش اجيب بقى الواي داش دلوقتي تطلع لي هي في ابسط صوره يعني واحد على الثلاثه تفاضل اللين وانا على اللي جواه خدت اللين تفاضل اكس بار 4 ناقص 1 4 اكس كيوب ماينس 0 خلاص فضلت دي مش حاجه تاني ماينس تولت انا ليه بنزل التولت زي ما هو عشان جنبي اكسات تفاضل اللين واحد على اللي جواه خد باللين تفاضل اكس باور 5 بلس 1 5 اكس باور 4 بس مفيش اي ترتيب بقى خلاص يعني هتدخل بس الاربعه والثلاثه اضرب احكام كلام فاضي فالكلام ده انا ما بعملوش لكن الكلام المهم هي لو في ترتيب حاجات كبيره بتكنسل بعضها وبتاع قلت ده الفكره دي؟ مش عامل مشترك اصلا كده ده لا 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 بالتبسيط ده التبسيط مش انك تقعد ترتبها كده التبسيط لو في حاجات بتكنسل خلاص يا جماعه؟ هي دي كل المشتقات اللي احنا عايزين نتعلمها في بقى شوية حاجات كده عايزين نتكلم عليها نعم حد سؤال رقم الصفحة الأولى كلها فعلا ما عدا رقم 5 آخر 3 مسائل ورقم 3
اخر مسألة تين على اليمين خمسة اخر ثلاث مسائل وثلاث اخر مسائلين على طيب كل ركز معايا كده يا جماعة انا عايز الحاجة اللي هناك اللي خارج والكلام ده كله بعدين لكن عايز بس اعمل ايه دلوقتي دلوقتي احنا دلوقتي نعرف نفاضل كل الدوائر تمام خدنا يا جماعة حاجة اسمها الصورة اللوغاريتمية للشاين هيلبرت وشاين هيلبرت عملناها في السكشن خدنا الجبرية بس خدنا الجبرية خدنا الجبرية مش خدنا الجبرية بس السكشن على جذر واحد مع سكس سكوير اذا كانت واي بتساوي تان انفرس اكس على جذر واحد مع سكس تربيع نزل الكلام ده ازاي بقى هنفضل واي عادي نشوف الواي داش هتطلع بكام تعالى كده نفضل واي تفضل الواي بيساوي ده الحل اهو اول حاجه قابلها تان انفرس تفضل التان انفرس ايه واحد على واحد زائد اللي جواها تربيع صح الجوار ده اسمه ايه؟ x على جذر واحد ناقص x سكوير كده انا خلصت التان انفرس صح كده؟ طبعا التان انفرس مش زي اللين ما عندهاش خواص وبتاع عشان لازم افضلها زي ما هي كده كل ده تفاضل مين؟ التان انفرس بس بعد كده x على الجذر x على الجذر تفاضلها حاصل اسم الدالتين يبقى مضروبه فيه تفاضل اسم الدالتين اربع لتحت الجذر ده لما ارفعه الجذر يروح كده؟ بعد كده تفاضل البسط واحد في المقام زي ما هو ماينس تفاضل المقام في البسط تفاضل المقام تفاضل الجذر واحد على اثنين الجذر خلصت الجذر يبقى واحد تفاضل صفر ماينس 2x كل ده تفاضل المقام في البسط زي ما هو تاني يا جماعة اللي انا فضلته ده تاني طبعا التان انفرس تفاضل واحد على واحد زائد اللي جواه سكوير وخلاص انا دلوقتي عايز اركز في التفاضل ده تفاضل الجذر x على الجذر رفعت المقام الاول فالجذر راح تمام بقى كده القانون بيقول لك y ده u داش v ماينس v داش u يعني فاضل اللي فوق في اللي تحت ماينس فاضل اللي تحت في اللي فوق فاضل اللي فوق في واحد في الجذر زي ما هو خلاص فلو كتبتش الواحد عشان واحد في الجذر مش هيبقى بقى كده ماينس طب فاضل اللي تحت في اللي فوق اللي فوق اللي هو الاكس دي اهي زي ما هي
طب فضل الجذر بقى يتعمل ازاي؟ فضل الجذر واحد على اتنين الجذر كده يبقى خلصنا الجذر. كان بيده ست جواه، تفاضل واحد مع 6 تربيع 0 ماينس 2 اكس اللي هي الماينس 2 اكس اللي جنب الاكس اللي في الاخر. رتب بقى الكلام ده، لازم بعد ما رتب كل ده يطلع الواي داش اللي فوق. تعالى نرتب واحده واحده. يبقى واي داش تساوي 1 على 1 زائد، اما اجي اربع ده مش هيبقى تربيع الاكس باكس سكوير والجذر يروح باكس سكوير على 1 ماينس اكس سكوير. اضربها فيه. الكلام ده بقى يترتب ازاي؟ عندك 1 ماينس اكس سكوير تحت صح؟ وعندنا هنا جذر 1 ناقص اكس سكوير، وعندنا هنا كمان ايه؟ 2 مع 2 سالب مع سالب واكس باكس باكس سكوير على الجذر صح كده؟ طيب انا عشان اشيل الجذر في المقام ده مش ممكن اضرب بسطا ومقاما هنا في جذر 1 ناقص اكس تربيع عشان ارتبها، ما ينفعش يكون في اسمه جوه اسمه، ما ده اسمه في البسط. يطلع لك واي تساوي واي داش تساوي 1 على 1 زائد اكس سكوير بلس الجذر يروح مع الجذر، تلاقي دي راحت مع دي ودي راحت مع دي، يبقى لك في الاخر 1 في 1 1 1 في الجذر. يبقى دي فعلا ايه؟ شكل الواي داش اللي عايز يوصل له. فالتبسيط بقى بقول لك ده التبسيط، وده اللي بقول عليه انك تبسط تقعد ترتبها وتقعد حاجات تشيل بعضها بالمنظر ده. التبسيط شيل 2 مع 2 3 مع 3 ده كلام فاضي، ده مش حاجه. فهمنا الفكره هنا يا جماعه؟ ممكن تيجي اصعب بقى كمان زي دي، دي اصعب منها كمان في الترتيب شويه. بيقول لك هنا ايه؟ سالب 2 اكس والاكس، مش احنا بنفاضل المقام في البسط؟ تفضل المقام في البسط، البسط اهو. فضل المقام بقى، فضل الجذر 1 على 2 الجذر، فضل اللي جوه بماينس 2 اكس. ها؟ ممكن في الاول ممكن في الاول ايه؟ ناخد تاني الطرفين. اه بس بقى فضل تفاضل ضمني. احنا لسه ما قلناهوش ده. يعني هنا برضه انا ممكن اما اجي فاضل اضرب دي كلها في الواي، فابدا فاضل وافضل ضمني، اما الاكس والواي متلخبطين على بعض كده بيسموها امبليسيت ديفرنشيشن او تفاضل ضمني. تمام؟ لكن احنا عايزين نحلها من غير التفاضل الضمني يعني. طيب. هنا المثال الثاني بيقول لي اثبت ان جذر 1 زائد اكس سكوير تربيع في واي داش، جذر 1 زائد اكس سكوير في واي داش بتساوي اكس تربيع على واي تربيع. مديني الواي. تعالى بقى نجيب الواي داش بتاعت البتاعه دي. الواي داش بتاعت البتاع دي هتيجي ازاي؟ ده اسم الدالتين صح؟ هيبقى المقام تربيع، يعني اكس زائد جذر 1 زائد اكس سكوير سكوير، دي تربيع المقام. اللي بياخد يقول لي ياخد لنا الطرفين اللي مش هتفيدك قوي في حاجه. طيب غير بقى يعني هتفيدك في حاله واحده لو انت حافظ ان لين اكس بلس جذر 1 زائد اكس سكوير دي عباره عن ايه؟ شاين اند بس. لكن لو انت مش حافظ الكلام ده ساعتها لين الطرفين مش هتفيدك في حاجه خالص. يعني بيقول لي لو خدت لين الطرفين هيبقى لين واي يساوي لين اكس ماينس لين دي. لو انا بقى تبقى لين اكس ماينس شاين انفرس اكس هي دي لين واي، ساعتها المساله دي هتبقى سهله قوي. احنا حافظينها، طب لو مش حافظينها كده نكمل بيها عادي. بس انا لسه ما قلتش انا ان الواي لو متلخبطه جوه فانكشن كده نعملها ازاي؟ احنا كل اللي بنعرف نفضل دلوقتي حاجات اكسبلسيت، يعني ايه؟ يعني واي تساوي حاجات فيها اكس بس. لكن الواي دخلت جوه فانكشن دخلت مع الاكس الحاجات دي لسه ما قلناش. المهم خلينا في اللي احنا فيه. فهنربع المقام اهو. فالتفاضل البسط بكام؟ في ده. يبقى اكس زائد جذر 1 زائد اكس سكوير ماينس. تفاضل المقام في البسط، اكتب البسط الاول عشان ما انساهوش وبعد كده اقعد افضل المقام بقى على مهلي. تفاضل الاكس بواحد. تفاضل الجذر 1 على 2 الجذر في مشتقة اللي جوه الجذر اللي هو 0 زائد 2 اكس ال 2 مع ال 2 ورتب بقى يطلع لك واي داش تساوي اكس زائد جذر 1 زائد اكس سكوير ماينس اكس اللي اكس في 1 وبعد كده ماينس اكس في اكس يعني ماينس اكس سكوير على جذر 1 زائد اكس سكوير على اكس زائد جذر 1 زائد اكس سكوير كل سكوير. خلاص كده؟ طيب انا عايزك بقى تركز معايا في حاجه كده. بصوا عايز يوصل ايه؟
عايز اوصل ان حاجه اسمها اكس تربيع على واي تربيع صح؟ يعني عايز اوصل الواي داش مش كلها حاجات فيها اكس بس، عايز اوصل ان حاجات فيها اكس وواي صح كده؟ زائد ان هو مش بيقول لي احسب الواي داش، ده بيقول لي احسب جذر 1 زائد اكس سكوير واي داش. طب ما انا ممكن اضرب الطرفين هنا في المساله بجذر 1 زائد اكس سكوير، مش هيبقى اسمه جذر 1 زائد اكس سكوير واي داش اللي هو عايزه، واشوف هل هيطلع فعلا اكس تربيع على واي تربيع ولا لا صح كده؟ طب تعالى واحده واحده، جذر 1 زائد اكس سكوير في واي داش اهي يساوي البتاع ده ملناش دعوه بيه، انا هضرب الجذر ده فوق، والجذر ده كمان مفيد جدا لما يتضرب في البسط ليه؟ عشان هيطير لي دي؟ طيب عندك اكس في الجذر ادي حاجه طير الاكس مع سالب اكس ماشي يبقى جذر في نفسه تبقى 1 زائد اكس سكوير ماينس الجذر يروح مع الجذر بقت ماينس اكس سكوير هتلاقي اكس سكوير ماينس اكس سكوير صار الجذر 1 زائد اكس سكوير واي داش يساوي 1 على اكس زائد جذر 1 زائد اكس سكوير اول سكوير انا عايز ايه بقى؟ انا عايز اكس سكوير على واي سكوير صح؟ طب ما انت كده كده الواي اهي صح؟ يعني الواي على اكس بكام؟ بده؟ صح؟ يعني ده كده اسمه ايه؟ اسمه واي على اكس بكل سكوير صح؟ يبقى دي واي على اكس كل سكوير حط اكس على واي مين؟ المسألة اكس سكوير يعني اكس سكوير فوق وبعد كده بالراحة بس بالراحة شوف الواي سكوير على اكس سكوير مش اكس سكوير على واي سكوير يعني انا المسألة غلط قصدك؟ ماشي ركز بس ان انا المسألة غلط احنا نايل المسألة غلط ماشي ده مش هينفع تبقى واي سكوير على اكس سكوير واكس سكوير على واي سكوير مش هينفع تبقى الاثنين يعني. فيبقى ده فعلا وصلنا ان هو فعلا زي المواعيد. فهمنا؟ عشان كده بقى وانا بفاضل من الاول خالص اما لقيت المقام تربيع ما فكيتوش ولا عملت فيه حاجه. ليه؟ لان انا عارف ان المقام ده هو نفس المقام بتاع الواي. تمام؟ فهو ده اللي هيجيب لي الواي في الاخر. فسبت ده زي ما هو وقعدت ارتب بس فوق. وصلت دي يا جماعه كده؟ فهمنا؟ معلش يا فندم الحته الاخيره بس الحته الاخيره دلوقتي مش هي كانت واي بتساوي مش المساله كانت كده اصلا صح؟ فما ضربت جذر 1 زائد اكس سكوير بقت جذر 1 زائد اكس سكوير واي داش بتساوي الكلام ده صح؟ طب الكلام ده المفروض يطلع بكام؟ هو قايل لي بواي تربيع على اكس تربيع صح؟ فقلت خلاص طب ما انا عارف ان 1 على الجذر بس من غير تربيع 1 على الجذر اللي هي دي بس هنا في اكس زياده قلت خلاص لو اديت الاكس هنا بقت 1 على الجذر هنا من غير تربيع يبقى البتاعة دي لو ربعتها ما الواحد ده كأنه تربيع برضه. لو ربعت البتاعة دي كلها يعني كأني ربعت ده كله يعني كأني ربعت ده كله اللي هو ده اللي هو ده. صح كده؟ خلاص كده يا جماعة؟ يبقى دي نوع تاني من المسائل اللي هي مسائل إذن اللي هي ساعتها بيبقى فيه تفصيل كتير لغاية توصل لشكل الواي داش اللي هو عايزه. نوع تالت من المسائل عايزين نتكلم عليه النهاردة هي تريب دي أي ودبل أي، تريبل أي أنا عملتها قبل كده بقى اللي هي الصورة اللوغاريتمية، هما وريهاني أنا عملتها لكم قبل كده. نوع ثالث من المسائل عايزين نعمله برضو حاجة اسمها معدل المماس والعمودي على المماس. مش رحت عليه تربيع اهو مش هلاقيه مربع على الاصفار الاول اه Thank you.
كاملة والتانية في الشيت كاملة والتالتة ما عدا دول والرابعة والسبعة. فبقول لنا بس مسألة الخمسة والستة، مسألة الستة دي فاضل البارامتري، لسه البارامتري ما اتعملش كده كده فمش هقوله. فبقول لنا مسألة الخمسة بس هقولها بعد دي اللي هي مسألة التفاضل الضمني. يبقى كده يعني خلصنا مع المحاضرات بالظبط. فكله بس يركز معايا. ميل المماس وميل العمودي والكلام ده بقى يعني بيقول لك الواي داش اللي انت بتطلعها هي دي ميل المماس بتاع المنحنى. يعني يعني مثلا تخيل الكيرف اللي هو اسمه واي بيساوي اكس تربيع ده. الكيرف ده المماس هنا شكله عامل ازاي؟ ده المماس. طب ميل المماس، ميل المماس بسميه ام تي اللي ام تانجنت. يعني ميل التانجنت هنا بكام؟ اي خط افقي ميله بكام؟ زيرو صح؟ طب وهنا المماس اهو. طب ميل التانجنت ده بكام؟ حاجة بوزيتيف، حاجة موجبة صح؟ أي حاجة ميلها أقل من 90 درجة على محور إكس تبقى ميلها موجب، إنما لو أخدت نقطة هنا وجبت المماس ميل التانجنت إيه؟ حاجة سالبة. ليه؟ لأن الزاوية اللي عاملها مع محور إكس الموجب أكبر من 90 درجة، صح كده؟ بمعنى كده ميل المماس ده مش رقم ثابت، ميل المماس ده بيتغير، ساعات يبقى صفر، ساعات يبقى موجب، ساعات يبقى سالب، ده أي كيرف مختار بس الإكس تربيع عشان سهل. ليه بقى الكلام ده؟ بيقولك لان ميل المماس هو تفاضل المنحنى. طب تفاضل المنحنى بكام؟ اكس تربيع دي ب2 اكس. فبالتالي ام تانجنت دي مش قيمه ثابته، دي قيمه متغيره. فعشان كده ما ينفعش اقول لك اوجد ميل المماس بس، لازم اقول لك ميل المماس عند النقطه كذا. فلو قلت لك عند النقطه 0 0 يعني قصدي بعد ما تفاضل تحط الاكس والواي لو في واي كمان تحطها ب0 وب0. لو قلت لك هات لي ميل المماس عند اكس ب1 وواي ب2 ولا واي ب1 برضه هنا عشان ده الكيرف اسمه واي زائد اكس سكوير.
يبقى احط اكس بواحد واي بواحد واجيب مين التانجنت وهكذا. فمين التانجنت او مين المماس ده لازم افاضل واعوض بنقطه عشان اجيب مين المماس عند نقطه محدده. مين الوحيد اللي مش محتاج نقطه نعوض بيها؟ لو معادله خط لو واي بيساوي 2 اكس زائد 3 ساعتها مين التانجنت مين المماس بكام؟ 2 صح؟ لان الخط سواء خدت اي نقطه وجبت المماس هو نفس الخط. فمين له حاجه واحده تلاقي اي كيرف في الدنيا لازم تلاقي مين المماس عباره عن معادله فيها اكس تعوض بالنقطه وتجيب النقطه بتاعتك او المين بتاعك بكام. انا لازم اديك النقطه كامله. طب افرض قلت لك الاكس بس بتاع النقطه بواحد وعايز تجيب النقطه كامله اقعد في الكيرف نفسه مش في التفاضل بقى اقعد في الكيرف نفسه تعرف النقطه اسمها واحد واحد. لو النقطه دي عند اكس سالب 2 وعايز اعرف الواي بتاعها يبقى سالب 2 و4 وهكذا. يعني اي نقطه اعرف اكملها من شكل الكيرف الاصلي صح. فانا اقدر لو قلت لي الاكس او الواي بتاعت النقطه اللي بعمل عندها المماس اقدر اكمل انا النقطه لنفسي واعرف الاوردر بتاعها والزوج المرتب بتاع النقطه كام وعوض بقى بالاكس والواي دول في المعادله بتاعت التفاضل اجيب ميل المماس. خلاص كده. طب لو جبت ميل المماس اعرف اجيب معادلته؟ اه طبعا. ازاي بقى؟ نقطه التماس انت عارفها صح؟ هيبقى واي ماينس واي نقطه التماس على اكس ماينس اكس نقطه التماس بيساوي ميل المماس صح كده؟ فبالتالي كل ما الميل ده يتغير يقوم جايب لك معادله من الثلاث معادلات دول حسب بقى. انت بتحط انهي ميل؟ تحط ميل ده وتعوض بالنقطه دي يبقى دي واحد ودي واحد والميل ده ساعتها هيطلع ب 2 في 1 ب 2 يبقى اجيب لك معادله الخط ده. حطيت الميل بصفر يبقى ده بصفر. حط النقطه 0 0 ساعتها لو عوضت الكلام ده فعلا يطلع واي بيساوي صفر اللي هو محور اكس وهكذا. خلاص؟ هي بس المشكله الوحيده ايه؟ ان انت مش اي نقطه على المماس تعرفها تقوم حاططها هنا. ده انت لازم تحط مين؟ النقطه اللي بلمس عندها الكيرف صح كده؟ يعني بص المساله دي يقول لك اوجد معادل مماس للداله واي بيساوي اكس سكوير. طبعا قال لي معادل مماس يعني عايز ميل المماس. فانا فاضل فبقى الواي داش ب 2 اكس صح كده؟ طب 2 اكس احط الاكس بكام بقى؟ قال لي بحيث يمر بالنقطه 2 و3. مش معناها انك تحط 2 و3 مكان الاكس والواي، ليه؟ لان قال لي بيمر بالنقطه. انا مش عرفني بقى النقطه دي هو بيعدي عليها وبيلمس عندها الكيرف ولا بيعدي عليها في حته ثانيه غير اللي بيلمس عندها الكيرف؟ عوض في الكيرف. لو النقطه دي بتحقق الكيرف يبقى دي نقطه من نقط الكيرف فعلا والمماس بيعدي بيها نقطه التماس. تاني ودلوقتي بيقول لي اوجد معادله المماس للداله دي. قلت له معادلة المماس عشان اجيبها لك القانون بتاعها كده واي ماينس واي 1 على اكس ماينس اكس 1 يساوي ام تي ام الثاني. بس اكس 1 واي 1 دي مش لازم تكون نقطة التماس، دي أي نقطة على المماس، يعني تنفع 2 و3 اللي أنت مديها لي دي؟ أه تنفع، مش قال لي المماس بيعدي بيها؟ أي نقطة على الخط تنفع أجيب بيها معادلة الخط، إنما المشكلة كلها في إيه؟ في دي ميل التانجنت هجيبه ازاي؟ قلت له ان واي داش يبقى ب 2 اكس. بس لازم هنا بقى في النقطه في المعادله دي نعوض بنقطه التماس. طيب هل 2 و3 دي نقطه التماس؟ اعرف منين؟ امسك 2 و3 هو بيقول لي ان الخط بيعدي المماس بيعدي بيه ده انا بيقول لي يمر بالنقطه. هل بيعدي بالخط الكيرف كمان؟ لا 2 و3 دي لو عوضت بيها الواي ب 3 والاكس ب 2 يطلع 4 ويطلع 3 مش قد بعض صح؟ يبقى نعرف منين النقطه الجيفن دي هي نقطه التماس ولا نقطه غيرها؟ ان انا اشوفها بتحقق معادله المنحنى ولا لا. فحققت معادله المنحنى تبقى دي نقطه التماس وينفع اعوض بيها هنا. لو ما حققتش معادله المنحنى يبقى مش هينفع اعوض بيها هنا ولازم ادور على نقطه التماس بكام. صح كده؟ طيب اللي مش مستوعب لسه الكلام ده يبص على الرسمه دي على رسمه واي بيساوي اكس سكوير. اللي مطلوب في المساله كالتالي مطلوب من المماس ده الذي يمر بالنقطة 2 و3 هو بيمر بالنقطة دي. طب ليه ما عملتش 2 و3 هي دي؟ لأن الكيرف ده اسمه واي بيساوي اكس تربيع. لو ده 2 يبقى ساعتها النقطة هنا اسمها 4. فهي دي المعادلة اللي أنا عايزها. طيب فعشان أجيب معادلة الخط محتاج نقطة ومحتاج ميل. النقطة خلاص عرفتها فاضل لي الميل. الميل مش عارف أجيبه بقى ليه؟ يعني مش عارف نقطة التماس بكام، صح كده؟ فما قال لي بقى بحيث يكون موازيا للخط واي بيساوي 2 اكس زائد 5. تعرف ان اي خطين متوازيين يبقى ميلهم ايه؟ بس يبقى معنى كده ده بيساوي 2 على طول، مش محتاج اصلا 2 اكس. يبقى عرفت نقطة التماس ولا ما عرفتهاش؟ عرفتها خلاص اهو، مش انت قايل الميل ب 2 وانا عارف الميل ب 2 اكس، يبقى لايجاد نقطة التماس لو انت عايزها يعني لايجاد نقطة التماس سوي 2 اكس دي ب 2 يطلع لك الاكس بكام؟ واحد. طب وعايز بقية النقطة؟ انت خلاص عرفت الاكس بواحد عوض في المنحنى تعرف النقطة اسمها ايه؟
هي دي شكل الرسمه اللي عندنا. انا بعد ما جبت الاثنين مش لازم اجيبها يعني. انا مش لازم اجيبها، انا معايا خلاص الميل ومعايا النقطه، النقطه اللي هي 2 و3. بس انا جبتها ليه بقى؟ عشان اجيب نقطه التماس، عشان لسه وعايز معدل العمود. نقطه التماس هي 1 و1. فانا جمعت دلوقتي بقى شويه معلومات، اقدر دلوقتي اجاوب على الحاجات اللي هو عايز. عايز معدل المماس اللي هو سميت ده L1، هيبقى معدل ده L1 هي Y ماينس Y النقطة اللي عليه على X ماينس X النقطة اللي عليه بتساوي ميل المماس اللي هو طلع ب2. خلاص كده طلعت لك معدل L1. لكن بعد كده قال لي ثم اوجد معادلة العمودي عند نفس نقطة التماس. العمودي يعني ايه؟ يعني هو عامل الخط ده اللي هو عمودي على المماس عند نفس النقطة. أنا عايز معدل العمودي ده اللي أنا هسميه مثلا L2. مشكلة العمودي إيه بقى؟ مش كده العمودي ده ما اعرفش نقطه عليه، فكان لازم اجيب نقطه التماس دي عشان اجيب معادله العمود. هو مش طالب في الشيت العمودي الحقيقي، بس انا مزود العمودي عشان اقول لك انك خلاص لو عرفت ميل المماس بكام، لو عرفت ميل المماس بكام اساويها بالواي داش اعرف الاكس بتاعت التماس على طول. يعني عندي حاجه من اثنين، يا اما اديك نقطه التماس فتعرف تجيب ميل المماس، يا اما اديك ميل المماس تعرف تجيب نقطه التماس. صح كده؟ بس ينفع برضه اعوض بالنقطه 1 و1؟ هنا ينفع طبعا، خلاص انت طالما عرفت 1 1 ينفع احط 1 1 او 3 و2. اه لان الاثنين بيحققوا الخط. فهمنا يا جماعه القصه دي؟ ماشي. يبقى كده جبت معادله L1. معادله L2 بقى هتبقى ايه؟ Y ماينس Y النقطه اللي عليه، ده مش عليه غير النقطه بتاعت 1 و1، على X ماينس النقطه اللي عليه بتساوي ميل العمودي. ميل العمودي هو سالب 1 على ميل المماس، يعني سالب نص. فبقت دي بتساوي دي. طبعا انت هترتب بقى المعادله، يعني تضرب طرفين وسطين وبتاع، ده كلام فاضي. هي الفكره كلها ان اكون ازاي دي واكون ازاي دي. تاني بقى المساله من الاول كده بالراحه، عشان تبقى بس مستوعب ايه تفاصيلها كده واحده واحده. دلوقتي هو بيقول لي اوجد معدل المماس. طالما قال لي هات لي معدل المماس يبقى انا عايز منه حاجتين، نقطه على المماس سواء بقى نقطه ماس او غيرها وميل. صح كده؟ قال لي يمر بالنقطه كذا، قلت خلاص يبقى انا عرفت نقطه على المماس. هل دي نقطه التماس ولا لا؟ اعرف منين اعوض في الكيرب، عوضت في الكيرب عرفت انها مش نقطه تماس فحطيتها بعيده عن نقطه التماس. طيب ممكن تبقى الكيرب مش هي المماس، لو هو مثلا اكس 90 يعني كده، فالمماس دي في الناحيه دي هيقع. اه بس ازاي بقى؟ اكس 90 كده مثلا، الكيرب اللي هنا اللي هو هيقع من تحت. اه بس هي لو هو قال لي ساعتها قال لي يمس في النقطه كذا، دي تبان خالص يعني، لكن هي يمر بالنقطه دي في حاله الاكس تربيع مش باينه. في حاله الاكس تربيع كل المماسات ما بتقطعش. طيب مين؟ y ماينس 3 على x ماينس 2 بتساوي 2. ينفع اقعد ب 1 1 بدل 3 و 2 عادي؟ عادي. لا دي نفس المعادله، انت عندك نقطتين. يعني انت لو شفت الميل هنا 3 و 2 و 1 و 1، لو جبت الميل فرق الواي على فرق الاكس نفس الميل اللي هو 2. هي طبعا. طب تاني يا جماعه من الاول بقول لك، دلوقتي احنا اول حاجه عايزين معادله مماس، محتاجين نقطه وميل. النقطة قال لي 2 و3، جيت اجيب الميل لقيته مش مديني المعدل اللي انا بلمسها، فقلت افضلها، فضلتها طلعت 2x، عايز اعوض على x بقى بنقطة ماس، لقيت 2 و3 مش نقطة تماس، لأنها مش نقطة على الكيرف أساسا. طيب، أنت عملت إيه؟ كملت السؤال لقيته بيقول لي المماس موازية للخط كذا، قلت خلاص طالما موازية للخط كذا يبقى ميل المماس هو نفس ميل الخط، عرفت إن ميل المماس ب2. طالما عرفت ميل المماس يبقى ساوي التفاضل بالرقم اللي أنا طلعته اللي هو 2 ده، ساعتها جبت الإكس، جبت الإكس بتاعت نقطة التماس. طب واجيب الواي منين بقى؟ من الكيرف نفسه. خلاص حط في الكيرف عرفت النقطه اسمها 1 و1. دلوقتي بقى عندي معلومات كتير، بقى عندي نقطه التماس، وبقى عندي نقطه ثانيه انت مديها لي على المماس، وبقى عندي كمان ميل المماس اللي هو ب2. مش كده؟ خلاص انت عايز بقى معادل المماس، يبقى واي ماينس واي النقطه دي على اكس ماينس اكس النقطه دي بيساوي 2، او استخدم الثلاثه والاثنين بدل الواحد واحد براحتك. طب عايز معادل العمودي. معادل العمودي يعني العمودي على الخط بتاع المماس اللي هو ده. اجيب معادلته ازاي؟ واي ماينس واي نقطه التماس على اكس ماينس اكس نقطه التماس يساوي ميله، وميله سالب 1 على ميل التانجنت اللي هي ماينس خص. هنا بقى ما ينفعش استخدم غير 1 و1، ليه؟ لان العمودي ما بيمرش ب2 و3، بيمر بنقطه التماس بس. مين كان رافع ايده هنا بقى؟ لا عشان شرح بس، عشان متخيل الموضوع مش اكتر. وضحت يا جماعه؟ اه كان ممكن من غير نقطه تماس اعمل، لو مديهالك عشان لخبطك بس. لا ما هو بيقول لك ممكن اعمل الكلام ده كله من غير 2 و3. يعني انا مش هقول لك 2 و3 دي. قلت لك المماس موازي ده، خلاص اجيب الميل واسويه بالميل، اجيب الواي داش واسويها بالميل، واجيب نقطه التماس واشتغل. هو مديلك عشان انت تتلخبط وتحطها في الواي داش وتطلع الميل وتشتغل. نعم؟ ما يديني الميل يا يديني نقطه التماس اللي دي واحده فيهم. يا جماعه مش سامع السؤال.
قال العمودي ما بيقابلش المماس بتاع نقطه ماس بس يا اما دي نقطه بقى بيقول لي والعمودي اللي زي مر بالنقطه كده لو النقطه دي تحقق المعادله اني معادله دي النقطه اللي هو بيساوي الاكس بس لو اتحققها يبقى هي عوض فيها بس ساعتها مش هديني خط بيوازي المماس ساعتها خلاص انت عندك نقطه ماس هات الواي داش وعوض يعني هو مديك الخط ده عشان عارف انك ما ينفعش تعوض بالنقطه دي هي بقى الفكره اللي بيقولها فعلا النقطه 2 و3 ما لهاش لازمه في السؤال اصلا خلاص انا ممكن كنت اشتغل من غير 2 و3 خالص بس هو حاططها عشان تبقى فاهم ان انت مش بتفضل تعوض بالنقطه اللي معاك وخلاص لا لازم تعوض بنقطه التماس ممكن انا الواي ناقص واحد طيب بسال على زي مثلا تيجي ازاي في الامتحان فاينل برضه معادله التماس ومعادله العمود دي شكلها سهله يعني كده يعني هي الفكره بس هو بيقول لي لو جبت امتحان فاينل هتيجي كده تيجي كده بس بدل واي بيساوي اكس تربيع اجيب لك واحده من الحاجات اللي انت بتحلها عشان التفاضل يبقى صعب بس شويه مش اكتر طيب معلش بس ده لو 2 ديت لازم نقطه تمر على الخط ولا مش محل ده لو 2 بصعب ده لو 2 لا اي نقطه على الخط عشان تعدي خط مستقيم عايزه نقطه عليه مينو عايزه اي نقطه عليه سواء بقى نقطه بس او ايه تعدي خط مستقيم طيب الجزء قبل الاخير يا جماعه اللي عايزين نقوله قابليه الاشتقاق قبل الاشتقاق عند نقطة معينة يعني ينفع احسب الدالة عند النقطة وينفع احسب المشتق عند النقطة بس دي معناها يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو قلت لك دالة اسمها واحد على اكس الدالة دي قابلة للاشتقاق عند اكس بصفر ولا لا؟ ده معناها هل الاف موجودة عند صفر ولا لا؟ والاف داش موجودة عند صفر ولا لا؟ ده السؤال بس طب الاف عند صفر موجودة؟ لا لا يبقى خلاص يبقى انا كده ما نكملش يبقى الاف داش اكيد مش موجود فدي اول حاجه بعملها بشوف الرقم اللي عندي هل هو ينفع يستخدم في الاف ولا ما ينفعش هل الداله متصله عنده ولا مش متصله ايه فصل التعريف هل الداله متصله عنده ولا مش متصله فاي داله مش متغيره التعريف اي داله ملهاش اكتر من شكل ما بتبقاش متصله عندي يعني ده المقام بتاع صح لكن لو قلت لك داله زي دي اف اوف اكس بتساوي جذر اكس على 2 اكس زائد 1 دي لما اكس اكبر من صفر ودي لما اكس اصغر منها او تساوي صفر. قلت لك الداله دي عند صفر متصله ولا مش متصله؟ تبتدي تعمل ايه؟ تحسب الليمت من اليمين ومن الشمال وقيمه الداله. هتلاقي كلهم بيجوا بالتعويض المباشر، دي جذر 0 ب 0 ودي 2 في 0 زائد 1 ب 1، تلاقي الليمت من اليمين ومن الشمال مش قد بعض. تقول لي خلاص مش متصل. طالما مش متصله يبقى ما ينفعش افضلها. ليه يعني ايه المشكله لو هي مش متصله ما ينفعش افضلها؟ دلوقتي انت لو الداله عندك مش متصله يعني عامله كده، ماشيه كده، بعد كده بقت جت هنا وتغيرت شكلها مثلا او حتى غيرت شكلها بمنظر زي ده نفسها ساعتها مش مين المماس هنا
غير ميل المقاس هنا صح؟ ميل المقاس للكيرف لو اتسالت عند النقطة دي عند النقطة دي مختلف، فمش هينفع تفضل، لازم عشان افضل لازم تكون كلها لحمة ببعضها عشان يبقى هو مقاس واحد، ما ينفعش يبقى عند نفس النقطة في مقاسين، حتى لو النقطة دي مفتوحة ودي مقفولة مش قصتنا. طيب فهي دي الفكرة، انك لازم عشان تشوف الدالة ينفع تفضلها ولا لا لازم تكون متصلة الأول. طب اعرف ازاي متصل ولا لا؟ لو مش متغيرة التعريف شوف الرقم اللي هديهولك، لو في اصفار المقام تبقى الداله مش متصل، لو مش في اصفار المقام تبقى الداله متصل خلاص على كده، لكن لو الداله متغيره التعريف وبرده بسالك عند اكس ب 0 هتشوف اكس ب 0 دي طالما هي نقطه فاصل تعريف تشوف الليمت من اليمين ومن الشمال وقيمه الداله، لو الداله متساويين تبقى متصل، لو مش متساويين تبقى مش متصل. طب افرض طلعت متصله يعني كده وكده، هل كده تبقى قابله للاشتراك؟ ما انت عند اكس ب 0 هنا ينفع تحسب دي، وعند اكس ب 0 هنا الليمت من يمين والشمال قد بعض. هل ده معناه ان الداله، هل ده معناه ان الداله بتاعتنا قابله للاشتراك؟ لا، دي معناها انها متصله لكن مش قابله للاشتراك شرط يعني. ليه بقى؟ لازم عشان تكون قابله للاشتراك لازم الليمت داش تكون موجوده عند النقطه اللي مديها لي. يعني ايه الليمت داش موجوده؟ يعني لو الداله ليها شكل واحد بس كده لو فضلتها ينفع تعوض بالنقطه، هي جذر اكس لو فضلتها تطلع ايه؟ وعلى اتنين جذر اكس ينفع اعوض بالنقطه؟ يبقى دي متصله اه بس مش قابله للاشتقاق، ليه؟ لان تفاضل ما ينفعش احط فيه اكس بصفر، يبقى ده اف داش غير موجود. طيب هنا اف داش ينفع اعوض فيها بزيرو ولا ما ينفعش؟ يقول لك لا ده انت الداله عندك متغيره التعريف عند زيرو، لازم اجيب اف داش من اليمين ومن الشمال، وطالما زيرو دي نقطه فصل تعريف انا ما ببصش على اليساوي ده ابدا لا في النهايات ولا في قابليه الاشتقاق، اليساوي ده كانه مش موجود، انا ببص عليه انت في الاتصال بس. اليساوي ده ولا كانه موجود يعني امسحه، فانت بتتكلم على قابليه الاشتقاق امسحه خالص، فتروح تجيب اف داش اسمها ايه اف داش؟ 2 اكس لما اكس اكبر من صفر و2 لما اكس اصغر من صفر. هل دلوقتي اف داش موجود عند اكس ب 0؟ يعني لو قطع عن اكس ب 0 هنا وهنا يطلعوا نفس الحاجه؟ لا يبقى مش قابله للاشتقاق. يبقى مش معنى ان الداله متصله تبقى قابله للاشتقاق مش شرط. لازم عشان لو متصل ده شرط من الشروط. اكمل بقى اكمل اشوف ايه، لو هي ليها شكل واحد افاضل واحاول اعوض، نفعت يبقى قابله للاشتقاق، ما نفعتش يبقى مش قابله. لو هي ليها اكتر من شكل افاضل كل شكل واعوض في دي واعوض في دي، طلع الداش من اليمين ومن الشمال قد بعض خلاص يبقى قابله للاشتقاق، ما طلعتش قد بعض يبقى مش قابله للاشتقاق. فهمنا؟ يبقى دلوقتي ايه اللي بيخليني بقى سواء افاضل واعوض على طول ولا اجيب يمين وشمال؟ يمين وشمال لو اتغيرت التعريف ساعتها في الاتصال يمين وشمال وقيمه الداله، وفي التفاضل يمين وشمال. انما لو داله ليها شكل واحد يبقى بعوض في الداله وبعوض في التفاضل وخلاص على كده. مشكله بقى قابليه الاشتقاق هي انك لما تيجي تشوف الاف داش موجوده ولا مش موجوده ما ينفعش تفضل زي ما انا عملت، لازم تعملها باستخدام التعريف. لازم. فاحنا امتى بنستخدم الليمت؟ لو قال لي مستخدم المبادئ الاساسيه ومستخدم التعريف، او لو قال لي قابليه الاشتقاق زي دي كده. دي كده عشان بيقول لي اوجد قيمه ايه وبي تاج على الداله قابله للاشتقاق عند اكس بواحد. اقول له خلاص انت عايزها قابله للاشتقاق يعني انت عايز حاجتين. انت عايزها متصل عند اكس بواحد وعايزها الاف داش بتاعتها موجوده عند اكس بواحد. تعالى واحده واحده. اول حاجه اقول له الداله لكي تكون متصله دي اول حاجه عند اكس يساوي واحد لازم اروح احسب لك الليمت من اليمين والليمت من الشمال وقيمه الداله ويطلعوا كلهم قد بعض. طب الليمت من اليمين بتاع الاف اوف اكس من الشمال بتاع الاف اوف اكس تحسبه ازاي؟ من اليمين يعني هستخدم اني واحده دي اللي هي بالتعويض المباشر تطلع كام؟ ايه؟ مش لازم اقعد اكتب الداله بقى واعوض. طب الليمت من الشمال يعني استخدم بتاعت اصغر من، خلي بالك دي مكتوبه في شيت غلط اعدلها. عند اكس اصغر من يساوي واحد التعويض المباشر تطلع بي ماينس نص. اف اوف واحد يعني اعوض في مين في دول؟ اللي فيها يساوي يعني بي ماينس نص. عشان تبقى متصله لازم الثلاثه دول يبقوا ايه؟ يبقى لازم معادله هي ان الـ A بتساوي B ماينس نص، دي معادله فيها A و B. عايزين نجيب معادله كمان عشان نحل ونجيب A و B بكام؟ الخطوه الثانيه بقى اقول له ايه؟ لازم تكون قابله للاشتقاق عند X بواحد. يعني ايه بقى؟ يعني F داش عند واحد من اليمين لازم تكون F بتساوي F داش عند واحد من الشمال. طب اف داش عند واحد من اليمين ومن الشمال دول يتحسبوا ازاي بقى؟ بالتعريف لازم. طب فاكرين التعريف اللي هو كان اف داش اوف اكس يساوي ليمت لما الاتش تروح لزيرو اف اوف اكس بلس اتش على اتش صح كده؟ طيب
بس انت دايما في قابليه الاشتقاق بتدرس عند نقطه محدده، مش عايز اف داش و اكس، انت عايز اف داش عند النقطه اللي بتتكلم عليها دي. كلها كل الاكسات اسمها ايه؟ اسمها رقم محدد عند الرقم ايه ده، خلاص. فبالتالي لما اجي احسب اف داش عند واحد من اليمين، ساعتها هاخد التعريف بتاع اكبر من واحد ولا اصغر من واحد؟ بتاع اكبر من واحد، اليمين الواحد يعني اكبر منه. يبقى ساعتها القانون هو ايه؟ ليميت لما الاتش تروح لزيرو. f of 1 plus h، خلاص دلوقتي انا بدرس عند واحد، الاي دي بتاعتي بواحد، هيبقى f of 1 plus h minus f of 1. f of 1 plus h هيبقى ايه على واحد زائد h minus f of 1 يعني ايه على واحد على h. تبدا بقى تحسب الليمت، تبقى ليمت لما الاتش تروح لزيد نوحد المقامات على واحد زائد h، فدي اسمها a minus a في واحد زائد h وهنا h. رتب كمان، تبقى ليمت لما الاتش تروح لزيد يبقى واحد زائد h في h، ودي هتبقى a minus a، تبقى لك minus a h، تلاقي ال h راحت مع ال h، حط بقى ال h في زيرو يطلع لك minus a. لو ما فهمش دي، بص على f داش واحد من الشمال، ده برضه ليمت لما h تروح لزيرو. نفس القانون f of 1 plus h minus f of 1 على h، بس المرة دي عشان انا واحد من الشمال هستخدم الدالة دي، هيبقى ليمت لما ال h تروح لزيرو b minus 1 زائد h على 2 minus f of 1 يعني b minus نص على h. هتلاقي هنا b minus b minus نص وماينس نص، هيبقى لك بس في الاخر ليميت لما ال h تروح لزيرو minus h فوق على h، يروحوا مع بعض يبقى لك كام؟ minus h over 2 فوق h over 2 ماينس هاف. حضرتك انا اللي عايز اسال، هرد عليه دلوقتي. طلعت دي ماينس ايه ودي ماينس هاف، لازم دول يكونوا متساويين، فلازم اف داش من اليمين من الشمال يكونوا قد بعض، يعني ماينس ايه بتساوي ماينس نص. عرفت الايه؟ حطها هنا، عرفت البي. خلاص كده؟ تاني انا هقول بس حاجات وبعد كده ارد على اسئله. يبقى دلوقتي لازم استخدم التعريف، ليه ما ينفعش استخدم التفاضل العادي؟ يعني في مسائل لو فضلتها عادي تطلع قابله للاشتقاق، فضلتها بالتعريف ما تطلعش قابله للاشتقاق. وهديك مساله زي الشكل ده كمان شويه مش هحلها، سيبك انت تحلها، مساله صعبه. فلازم لما تجيب التفاضل مساله قابله الاشتقاق، لازم الناس اللي قاعده تحكي ورا دي، لازم عشان تجيب قابله الاشتقاق لازم تفاضل بالتعريف. خلاص دي قاعده كده خلاص متفقين عليها، وأوريك أنا حالة خاصة دلوقتي بعد شوية، لو فضلت عادي تطلع مسألة مظبوطة وكل حاجة، لو فضلت بالتعريف مش هتطلع قابلة للاشتقاق. هو إيه اللي إن أنت لو فضلت عادي في حاجات ممكن تكنسل بعضها وهي بتترتب لوحدها، يعني أنت وأنت بتفاضل تلاقي حاجات اترتبت من غير ما أنت تاخد بالك. لكن بالتعريف ما فيش حاجة بتترتب غصب عنها، أنت لسه بترتبها واحدة واحدة عشان كل إكس ما بتطيرش إكس، ده كل إكس في إكس بلس إتش. فأنت مش هتلاقي حاجات بتكنسل، لازم تتكنسل بالليمت. لكن وانت بتفضلها عادي زي مثلا لين مودلس اكس دي تطلع واحده على اكس، لكن لو عملتها بالتعريف تطلع حاجه ثانيه، يعني عند نقط معينه ما تنفعش ونقط ثانيه تنفع، شغلانه كده. انت لازم تعمل بالتعريف كل مره. هوريك المساله كمان شويه، خلاص بقى ملهاش، مش لازم حد يقول لي لازم ليه لازم، خلاص هي لازم خلاص. طيب فاحنا اول حاجه بنعملها بندرس الاتصال، نطلع التلاته دول قد بعض طلعنا معادله. ثاني حاجه بندرس قابليه الاشتقاق، فتجيب اف داش من اليمين ومن الشمال عند النقطه تساويهم ببعض. الفكره بس الوحيده انك تجيب اف داش من اليمين ومن الشمال بالقانون ده، ما تقعدش تعمل بقى بتاعت اف داش وفي اكس الكبيره دي، تقعد تلمت فيها اكس واتش على الفاضي، انت عايز عند نقطه محدده مش عايزين اف داش وفي اكس عموما وخلاص، فهمنا؟ بس فعوضت في اف 1 بلس اتش ماينس اف 1 على اتش، واستخدمت الاف دي مره، واستخدمت الاف دي مره ثانيه، ودي طلعت رقم ودي طلعت رقم، سويتهم ببعض عرفت الاف كده. عايز يسال بقى مين؟ هي الايه بتساوي مين؟ الايه اللي هي اولانيه معادله اولى. لازم اتصال، لازم ده قد ده قد ده. صح؟ مش لازم الايه بيجي من الشمال لقدام ده بيساوي بعض، طلعت المعادله. ها؟ طبعا التعريف ده لو ابحث قابلين الاشتقاق، او لو قال لي مستخدمه التعريف اوجد واي داش. هو قال لي هي قابله اصلا. برضه لازم استخدم التعريف. حتى لو قال لي خليها قابله. انا مش عايز حركه لو سمحت، انا ما خلصتش لسه. تمام؟
هي 99% لو فضلت عادي وبالليمت هتطلع نفس الحاجه. خلاص هوريك انا المساله دي في الاخر قبل ما امشي. اخر حاجه بقى يا جماعه عايزين نعملها في 5 دقايق كده لازم اخلصها. معلش لا ده هو بيقول لي خليها قابله اشتراك لازم احسبها بالليمتس برضه. شو انت فعلا خدتها؟ هو سهل خد اكس و6 طبعا. خد اللوغاريتمي ده حاجه ثانيه. لا اكس و6 طب خد اللوغاريتمي لازم اعمل لين هقول عليه المره الجايه لسه مش خدها. طيب اخر حاجه عايز اقولها يا جماعه حاجه سهله قوي اسمها التفاضل الضمني. التفاضل الضمني ده عباره عن ايه؟ دلوقتي احنا عندنا داله اسمها اكس تربيع وبنفاضلها بالنسبه لاكس عادي تنزل بارت ناقص واحد. لكن لو اكس تربيع وتفاضلها بالنسبه للمتغير غيرها تفاضلها بالنسبه لواي ساعتها نعمل 2 اكس عادي بس بدي اكس باي دي واي. لو عندك اكس تربيع وتفاضلها بالنسبه لزد نعمل 2 اكس عادي بدي اكس باي دي زد. طب لو اكس تربيع وتفاضلها لاكس ليه ما بنعملش نفس الكلام؟ لانك كانك هتقول بقى ايه؟ دي اكس باي دي اكس اللي هي بتبقى بواحد ملهاش لازمه. يعني دلوقتي قاعده بتقول لك ايه؟ لو انت بتفاضل متغير شباب بس الصوت لو سمحت بالنسبه لنفس الحاجه فاضل بالقواعد عادي. لكن لو بتفاضل متغير بالنسبه لمتغير غيره يبقى فاضل عادي تفاضل المتغير بالنسبه اللي انت مقسوم على تفاضل اللي انت بتفاضل بالنسبه له. يعني لو بتفاضل بالنسبه لزد يبقى 2 اكس دي اكس باي دي زد وهكذا. يعني مثلا انا لو بيقول لي اوجد واي داش، واي داش دي قصده بيها ايه؟ اصل انا بيها على طول دي واي باي دي اكس. يعني قصده فاضل بالنسبه لمين؟ بالنسبه لاكس. لا دي واي باي دي اكس يعني فاضل بالنسبه لاكس، افاضل الواي بالنسبه لاكس. طب ما عادي ده اللي انا قاعد اعمله من الاول. المشكله بقى هنا ايه؟ ان الواي والاكس متلخبطين على بعض. طالما الواي والاكس متلخبطين على بعض لازم افاضل لهم ضمني. والميزه بقى في التفاضل الضمني هي ايه؟ ان انت خلاص مش لازم تعمل اسم الدالتين وبتاع، ما هي كده كده متلخبطه، رتبها بقى خليها كلها في سطر واحد. يعني اضرب الطرفين في وسطين، اضرب واحد في ده واضرب جذر واي في واي تربيع تبقى واي اس 5 على الاثنين، واضرب واي تربيع في واحد تبقى واي تربيع. خليها معادله في سطر واحد وريح نفسك بقى. وانت عايز تجيب دي واي باي دي اكس عايز تفضل المعادله بالنسبه لمين؟ بالنسبه اللي تحت ده دايما، يبقى الفاضل بالنسبه لاكس، واحنا بنفضل بالنسبه لاكس بقى واحده واحده، واي اس 5 على الاثنين، وده عادي نزل الباور، ناقص الباور واحد تبقى 3 على الاثنين، بس دي واي باي دي اكس عشان انت بتغير اسم واي بتفضله وانت المفروض بتفضل بالنسبه لمتغير تاني. واي تربيع اما اجي افضلها هتبقى 2 واي بس دي واي باي دي اكس عشان بنفضل بالنسبه لاكس يساوي جذر اكس تفاضلها 1 على 2 الجذر وتفاضل 1 0. طب فين بقى دي واي باي دي اكس؟ رتب المساله بتاعتك. دي واي باي دي اكس خد عامل مشترك يبقى لك 5 على 2 واي باور 3 على 2 زائد 2 واي يساوي الناحيه الثانيه 1 على 2 جذر اكس. اصبحت الدي واي باي دي اكس تساوي كام؟ 1 على 2 جذر اكس وده كله هتقسم عليه. احنا مش متعودين ان احنا نشوف الواي داش فيها اكس وواي كده، احنا متعودين نشوف الواي داش فيها اكس بس. انت مش مسموح لك انك تطلع الواي داش فيها اكس وواي ابدا الا اذا كنت انا نفسي مديك الواي والاكس امبليسيت، يعني امبليسيتلي ديفايند يعني متعرفين داخلين في بعض. لو انا مديك الاكس والواي متلخبطين كده ساعتها انت مسموح لك تطلع الواي داش في اكس وواي عادي. لكن لو انا ادي لك واي فانكشن في اكس بس وانت بتفاضل لخبطتهم لازم تعيد ترتيبها تاني تبقى الواي داش ما فيهاش غير اكس بس. تمام. مش هتعرف طالما انت لك متلخبطه يبقى عمرها ما هتترتب كده. طيب نفس الكلام هنا. بيقول لي اوجد واي داش والمحصله بتاعتك اهي. نجيب واي داش ازاي؟ هي نفس الفكره بقى خلاص احنا عايزين نفاضل بس الجديد انك بتفاضل بالنسبه لمتغير معين. فلو شفت متغير غيره فاضله واضرب في دي المتغير باي دي اكس. يعني هنا انت قايل لي واي داش يعني عايز تفاضل بالنسبه لاكس. طب ما فاضل بالنسبه لاكس اكس تربيع تبقى اسمها كام؟ 3 واي اس 4 تبقى اسمها 12 واي تكعيب بس بالنسبه لاكس يبقى دي واي باي دي اكس. ساين انفرس تفاضل ساين انفرس بكام؟ 1 على جذر 1 ماينس اللي جواها تربيع وبعد كده اخبي ساين انفرس. طلع لي اكس في واي، اكس في واي ده حاصل ضرب دالتين.
هو لو حصل ضرب دقيقتين تعمل ازاي؟ اشتقة الاول واحد في الثاني. مش معنى الاكس عملتها واحد بس عشان ابقى فاضل بالنسبه للاكس، فالاكس تبقى واحد وخلاص. بلس اسيب الاكس بقى وافضل الواي، تفاضل الواي بواحد بس في دي واي باي دي اكس عشان ابقى فاضل بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاكس. رتب انت بقى البتاعه دي، يعني اضرب الجهاز واحد على الجهاز اللي جوه وجمع دي واي باي دي اكس لوحدها زي ما عملت هنا، شوفها بتساوي كام. ممكن بدلها من واي داش. انا هكمل على الكلام ده تاني المره اللي جايه، بس يعني فكره عندي.